الانشغال بالانتخابات كيف عم نواجه الاستحقاقات موازنة 2018 وباريس 4 تخفيض الخدمات الصحية والاجتماعية والمواطن وحده بيدفع الثمن وبالحلقة بين وزير العدل سليم جريصاتي والقضاة أبو غيدة وحمود مين بيقرر شو حدود الصلاحيات وهل يمنع النائب العام التمييزي من التصريح الإعلامي علم وخبر مع غادة عيد سبت 6:15 مباشرة على الام تي في